السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ان شاء الله اللي نخدمو هذا اليوم واحد البروجي يافيشي لنا واحد لومو اللي سبق لينا كتبناه بلا حرف، وحنا نختاروا داك الحرف هذا. مثلا قبل هادشي عندي كلاريو لي فاريابل ديالنا ام مثلا نعطيوها لا طاي بيس فيرغول ام دو ونعطيوها حتى هي لا طاي بيس بوان فيرغول. كما قلنا هاد البروغرام غادي افيشي لنا واحد لومو صون واحد الكاركتر اللي غادي نختاروه حنايا. الوغ سو بروغرام بيرمي دافيشي ان مو صون كاركتر. نديرو حنا مثلا اس، نديرو واحد الفونتي سلاش ام باش يجي عندنا السطر. وهيك الوغ شنو غادي نديرو له هنايا، نقولو له برنت طابي ان مو بوان فيركول، نديرو له سكان بورسونتاج اس. كما قلنا هنايا اما نديرو له بورسونتاج اس ولا نديرو له جيتس ونعطيوه داك الفاريابل ديالنا انا ام ان. و نعاود نذكركم هنا ما كنديروش اي كوميرسيال لي في ان طابلو دو تيب شار، ما كنديروش اي كوميرسيال في لي زوتر تيب كنديرو. الوغ من بعد شنو غنديرو، نديرو واحد فور خصنا واحد الفاريابل دو تيب اونتي نديرو انت اي، ونحتاجو فاريابل واحد اخرى جي ونينيسياليزيو زيرو. وذيك نديرو اي غصوى زيرو بوان فيرغول، نديرو اس تي ار لان. هاد اس تي ار لان هي اللي كتحسب لنا لا لونغور ولا لا طاي نتاع داك نومو اللي طابينا. نعطيوه هنايا ام بوان فيرغول اي بلس بلس. يمكننا هاد الكتابة هنايا نعوضوها، نديرو مثلا نديرو هنا نزيد واحد الفاريابل نديرو ان، وداك الان نعطيوه داك اس تي ار لان ديال داك لومو. هاد اس تي ار لان هي واحد الفونكسيون تيب ديال ولا لا فالور كي روتورن دو تيب انت، هي هاد الان هاد. انا هنايا غادي نديرو له اي صغر من ان. ابخي شنو غادي يدير، نديرو له واحد لو تيست اف داك ام ان دو اي ايغال ايغال داك الكاركتير اللي قلنا حنايا اس. شنو غادي يدير، نستعملو هنايا لانستريكسيون كونتيني، هي تيسوطي هاد هنايا داك الكاركتير الا كانت مثلا داك نومو فيها واحد الحرف اس، ملي غادي يوصل لداك الاس غادي يصوتي ما غادي يدير حتى شي حاجه. الز شنو غادي يدير هنا، داك الام 2 غادي نعمروها ام ام 2 جي جي انيشاليزانيها هنايا في الزيرو. الو هنايا غادي تجينا غتبدا من الزيرو غصوا ام 1 2 اي بوان فيركول، وداك الجي خصنا كل مرة انكريمونطيو ديرو لها لانكريمونطاسيون. ابخي نقولو له برانش لو مو كي جي كوتي ديجا اكري son
Grappateur plus et pourcentage S virgule ndirlo end point virgule هنايا ندرلو واحد point slash end slash end ندرلو واحد point slash t باش يعطينا واحد تابولاسيون ابخي نكزيكيتيو هادشي ونشوف. شوفو كيما كتشوفو قلنا طابي ان مو ندرلو مثلا سمير هنا ما عطاناش الوغ عندنا شي مشكل. هنا خصنا نديرو اي صغر او يساوي ان باش يدوز من الاول نتاع اول حرف حتى لاخر حرف. الاكزيكيتيو غادي نشوف طبي امو ديرو مثلا سامير ها هو كما كتشوفوا لو مو كتيا اكري سون لو كاركتر اس اي امير يعني حيدنا داك الكاركتر اس. نديرو مثلا نحيدو هاد اس نديرو دي مثلا نديرو لو موند نديرو خصناش نديرو ليسباس نديرو مثلا موند هو عطانا غيمون. هذا هو البروغرام ديالنا كنتمنى تكونوا استفدتوا منه وما تنساوش تسجلوا معنا في السيت الجديد facultebook.com وشكرا.